مناسب لريمبو. أنا ريمبو. اليوم الفيديو كتير حلو، حنتعلم فيه الحروف الأبجدية وحنبلش رحلتنا للحروف الأبجدية وتعلمها حرف حرف. تابعوا الفيديو، كتير ممتع وشيق، ولا تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتتابعوني أول بأول وتتابعوا فيديوهاتي. هيا بنا برحلة الحروف. يا عيني حأتعلم الحروف الأبجدية. سنلعب الآن. أنا أحب الكلاب، فهم لطيفون ولديهم أحجام وأشكال وألوان متنوعة. أتمنى أن أراهم جميعا. جنى، لدي كتاب في الداخل به الكثير من الصور للكلاب. كا كا كا. هيا بنا. هذا كلب منقط، وهذا كلب كبير، وهذا كلب ألوانه كثيرة. كا كو كي. كا كو كي. الكلب يبحث عن العظام لنساعده على التقاط حرف الكاف. كا 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 إذا وصلنا هذه النقاط سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. ك كلب. المتشابهة. اسحبوا الكلب الصحيح إلى الحرف الصحيح. كو. كي. كو. كا. كي. كا. كا. كي. كا. كا. كو. قديش الفيديو كان ممتع، تعلمنا كتير شغلات حلوة. لا تنسوا تتابعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. شكرا لكم، بشوفكم بالحلقات الجاية.
باي 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 باي.